السلام عليكم. مثال رقم 2، لديك بيانات تقديرات درجات امتحان الطلاب في مادة الإحصاء، وكما في الجدول التالي. هذا هو الجدول. المطلوب اختيار الشكل أو المخطط الذي يلائم البيانات التالية باستخدام أكسل. هذا الجدول في تقديرات درجات الطلاب في مادة الإحصاء والتكرارات. المطلوب هو اختيار شكل أو مخطط نعرض فيه هذه البيانات بطريقة مفهومة للمستفيد. نتجه إلى برنامج إكسل، نقوم بإدخال القيم والتقديرات. هذه التقديرات، ندخل امتياز، ومن ثم جيد جدا، وبعدها جيد ومتوسط ومقبول وضعيف، وأيضا أمامها عمود التكرارات. ولرسم هذه أو عرض هذه البيانات نذهب إلى تبويب Insert، ومن Insert نلاحظ هذه البيانات هي بيانات وصفية، أي لدينا تقديرات الطلاب، فإن أنسب طريقة لها هو العمود أو الأعمدة البيانية. نذهب إلى Insert Column Chart ونختار نوع الرسم الذي يلائمها، ولدينا هنا More، المزيد من المخططات. نختار أي المخططات التي نرغب باختيارها، ننقر على أحد المخططات التي تلائم بياناتنا، ثم نعطي أوكي، فيظهر لدينا الرسم التالي. هذا هو رسم أو المخطط للأعمدة البيانية لهذه البيانات. هذا في الأسفل عمود الأفقي هو تقديرات الطلاب لمادة الإحصاء، وهي هذه التقديرات. هذا هو العمود في الأسفل. وفي الأعلى العمود الأرقام بشكل العمودي، وهي تكرارات التقديرات، أي امتياز تكررت 6 مرات وجيد جدا 8 مرات وهكذا. إلى هنا نصل إلى نهاية المثال. السلام عليكم.